بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللغة الفرنسية السنة الثالثة ابتدائي. في الفقرة إن شاء الله سنتطرق لموضوعين متعلق بالفقرة التي كنا قد رأينا فيما سبق والموجودة في الصفحة رقم 72. طبعا سبق لنا أن تحدثنا في فقرة Vivre Ensemble، فلنعيش جماعة أو مجموعين. في أسفل الصفحة رقم 72 هناك صورتان، صورة لطفلة تساعد صديقتها، ثم هناك صورة لطفل صغير يساعد رجلا مسنا. الصورة الأولى ماذا سنقول؟ مثلا كما قلنا كوفون سيز انفون، إذا طبعا سنقول مثلا اون في دون دي فورنيتور سكولير ا سون امي كنو نابا، إذا طفلة تعطي أدوات مدرسية لصديقتها التي ليس لها أدوات مدرسية. في الصورة الثانية مثلا سنقول un enfant donne des habits à un pauvre، إذن طفل يعطي ملابس لفقير. طبعا الحال في أسفل الصورتين كما رأينا je retiens les pauvres ont besoin d'aide، الفقراء محتاجون للمساعدة. je dois être solidaire avec eux، يتوجب علي أن أكون متضامنا معهم. Je dois être solidaire avec eux. فهذه الفقرة إن شاء الله بعيدا طبعا الحال شيئا مع المقرر، سننتقل إلى موقع إلكتروني يجسد هذا الأمر. هناك مغاربة وربما غير مغاربة يفكرون في فقراء المغرب. طبعا الحال أنهم يأتون إلى المغرب في سفر أو في عطلة، لكن هم يفكرون بأن تكون هذه العطلة ذات معنى، يفكرون في أن تكون هذه العطلة لها مردودية، يريدون أن يحسوا بأنهم قد أمضوا فعلا عطلة فيها استجمام ولكن في نفس الوقت أنها فيها مساعدة للآخرين. سنطل على هذه التجربة، في الحقيقة تستحق أن نذكرها. هذه الفقرة إن شاء الله إلى أخذنا بعض الكلمات وبعض العبارات فهو جميل، لكن الأولى أننا نستفيد من هذه التجربة ديال هاد الناس هادو طبعا الحال التي يجب أن ينوه بها. إذن سنرى التجربة الأولى مثلا دون فورنيتور سكولار أو زيكول دي ماروك دي سود، إذن إعطاء أدوات مدرسية لمدارس المغرب الجنوبي، لمدارس المغرب في الجنوب. إذن بونجور افيك مون امي Nous allons au Maroc pour une ou deux semaines en septembre ou durant l'année et je souhaiterais amener des fournitures scolaires, cahiers, crayons, etc. afin d'éviter un voyage à vide. Je cherche donc une école qui aurait besoin de matériel dans le Maroc du Sud. Ce n'est qu'un projet. Rien n'est préparé. J'aimerais avant récolter le maximum d'informations possibles. De plus, étant étudiante, je viens de passer un concours. Donc, le voyage au Maroc n'est pas un projet sûr à 100%. Je chercherai donc une ou deux écoles avec lesquelles me mettre en relation afin de convenir de ce que je pourrais amener en fonction aussi de mes moyens. نكتفي بالجمل. إذن كما نرى هنا طالبة في المهجر تريد أن تأتي إلى المغرب، طبيعة الحال هو مجرد مشروع، هي مجرد فكرة. إذن تريد أن تأتي إلى المغرب وتريد أن تقدم مساعدات في إطار هذه الرحلة التي ستقودها إلى المغرب. إذن بونجور يوم سعيد افيك مون امي، يعني مع صديقي. ربما هناك طالب آخر مغربي اتفق على فكرة أن يقدم مساعدات لفقراء المغرب. Avec mon ami, nous partons au Maroc. نذهب إلى المغرب pour une ou deux semaines en septembre. نذهب إلى المغرب pour une ou deux semaines. لأسبوعين أو لأسبوعين. لأسبوعين أو أسبوعين. En septembre, يعني في سبتمبر. Ou durant l'année. أو أثناء السنة. إذن ممكن أن الشخصين يأتيان في غير سبتمبر. Et je souhaiterais. وأنا أتمنى، طبعا الحال عندنا الغير صوتي تمنى،
جو سويت يعني انا اتمنى امني امني يعني انك تاتي بشيء جو سويت خي امني وانا اتمنى ان اتي بشيء ستاتي بماذا دي فورنيتور سكولير واتمنى ان اتي ب ادوات مدرسيه كيك خيون اتسيتيرا اذا ستاتي بدفاتير اقلام الى اخره افا ديفيتي من اجل تجنب ماذا تريد ان تتجنب الطالبه afin d'éviter un voyage à vide من اجل تجنب سفر على الفراغ اذا هي تعتبر سفرها الى المغرب بدون هذه المساعده تعتبره سفرا على الفراغ je cherche donc une école انا ابحث اذا عن مدرسه je cherche donc une école qui aurait besoin التي عندها حاجه de matériel dans le Maroc du Sud إذن أنا أبحث إذن عن مدرسة التي عندها حاجة للأدوات في المغرب الجنوب في مغرب الجنوب كما عندنا هنا dans le Maroc du Sud ce n'est qu'un projet إذن طبعا الحالية تطرح هذه الفكرة هي فقط فكرة هي لم تقوم بعد بأي شيء ce n'est qu'un projet هو مجرد مشروع rien ne prépare لا شيء تم تهيئته حتى حاجة ما كاين هذا هو المقصود هنا rien n'est préparé يعني ان الامر لم تشرع فيه بعد j'aimerais avant انا احب قبلا récolter يعني انك تجمع لي ريكولت تجمع المحاصيل هنا بطبيعه الحال تريد ان تجمع ماشي المحاصيل ولكن افكار j'aimerais avant récolter le maximum d'informations possible j'aimerais avant انا احب قبلا قبل ماذا؟ قبل أن تشرع في جمع الأدوات المدرسية. إذن جيمغي أفون ريكولتي لو ماكسيموم دانفورماسيون بوسيبل. أنا أحب قبلا أن أجمع لو ماكسيموم أقصى دانفورماسيون أقصى المعلومات بوسيبل الممكنة. إذن هي تريد أن تعرف ماذا تحتاج هذه المدارس الموجودة في الجنوب لكي تأتي بما يحتاجه هاد الأطفال. ولا تأتي بأمور ولا تأتي بأشياء هي موجودة دو بلوس إتون إتيديونت دو بلوس يعني زيادة على هذا الأمر إتون إتيديونت إتون هذا لغة إتخ إتون يعني كوني طبعا الحال تنعرفوا بأن إتخ هو كان إذن إتون إتيديونت هنا عندنا إتون كما نقول كون ولكن أكيد ملي تتكلم هي على نفسها إذن حنا تنزيدوا في المعنى حنا تنزيدوا نكملوا المعنى إتون المقصود كوني هي في الحقيقة هاد إيطون هادي كون تتبقى هكذا ممكن نسبوها لمن بغينا ممكن أننا ننسبوها لمن أردنا ولكن في إطار سياق الكلام عندما نقول إيطون إتيديونت أكيد أن تتكلم على نفسها وبالتالي نحن نكمل المعنى إذن كوني طالبة إيطون إتيديونت كوني طالبة جو فيان دو باسي أن كونكور Je viens de passer un concours يعني أنا أمضيت للتوي مباراة يعني يلا درت واحد الكونكور Je viens de passer عندنا لو فيرب venir وعندنا لو فيرب passer هنا عندنا في الحقيقة لو فيرب passer هو اللي مصرف في لو passé récent يعني في الماضي القريب يعني أن إمضاء المباراة تم قبل وقت قريب إذن Je viens de passer un concours يعني أنا أمضيت قبل أيام ربما قبل يوم أو أقرب من ذلك يعني أمضيت مباراة Je viens de passer un concours ممكن أنني أقول Je viens de parler أنا تكلمت قبل قليل أو مثلا Je viens de sortir أنا خرجت قبل قليل إذن تنستعمل le verbe venir ثم نستعمل الفعل الآخر المراد تصريفه فد المعنى إذن Je viens de passer un concours أنا أمضيت قبل وقت قريب أمضيت ماذا؟ أمضيت مباراة دونك إذن لو فواياج أو ماروك ني با أن بروجي سيغ أ 100% إذن السفر للمغرب ليس مشروعا مؤكدا 100% لأن ممكن أن تنجح في الكونكور ثم ينادى عليها لعمل ما مثلا إذن فلن تستطيع المجيء لكن في حالة
ربما عدم قبولها أو عدم المناداة عليها، أو في حالة مجيئها للمغرب فهي تريد أن تعرف ماذا ستحمل معها كمساعدات لمدارس جنوب المغرب. Je cherche donc une ou deux écoles avec lesquelles أنا أبحث إذن عن مدرسة أو مدرستين avec lesquelles avec laquelle avec laquelle التي معها، ممكن نقول avec lesquelles اللذان معهما، اللتان معهما يعني مع المدرستين، ممكن أننا نقول avec lesquelles me mettre en relation يعني أن نضع نفسي، طبعا الحال مدخ يعني وضع، ما مدخ أن أضع نفسي en relation في علاقة، يعني تنبحث على واحد المدرسة باش نوضع نفسي اللي معها، نوضع نفسي في علاقة avec laquelle me mettre en relation afin de convenir من أجل ملائمة، afin de convenir من أجل ملائمة de ce que je pourrais aimer afin de convenir de ce que je pourrais amener en fonction aussi de mes moyens. Et donc, من أجل ملائمة de ce que je pourrais amener. من أجل ملائمة ما سأحمله، ما سأستطيع في الحقيقة. عندنا الفي بوفوار هنا. De ce que je pourrais ما أستطيع أمني حمله. ثم أن عندنا واحد القوسين يعني ضمنيا كما لو نقول en fonction aussi de mes moyens. En fonction aussi de mes moyens. وأيضا لكي تقدر حسب استطاعتها، ممكن أن تكون عندها سيارة غير صغيرة أو متوسطة، إذا بطبيعة الحال غادي تأخذ الأولويات على حساب أيضا القدرات ديالها اللي من خلالها غتجيب هاد المساعدات en fonction aussi de mes moyens. في هاد الموقع هناك عدة تجارب لأشخاص أنهم لهم نفس هاد الهم ونفس هاد الفكرة، يعني أنهم يريدون المجيء إلى المغرب بمساعدات للفقراء. إذا بطبيعة الحال مثلا فالرد التالي، بطبيعة الحال هناك كثير من الردود فقط اخترت من هذه. مثلا هنا عندنا شخص آخر يتكلم يقول en lisant la réponse de Raoul cela me confirme ce que je vois depuis des années et je ne fais confiance que sur ce que je donne moi-même à des familles souvent isolées dans le sud. On le voit par leur timidité, et là, il me semble vraiment que je donne aux personnes qui l'utilisent pour eux-mêmes. هنا عندنا جواب شخص، طبعا الحال يقول، طبعا الحال باختصار، يقول أحد الأشخاص، واسمه راول، يقول بأن على الأشخاص الذين يأتون محملين بهد البضائع من خارج المغرب، فلماذا تأتون بها محملين بها؟ بدل أن تشترونها من المغرب، من داخل المغرب، وهكذا ستساهمنا في شيئين، أولا ستساعدنا الفقراء، ثانيا ستساعدنا في رواج هذه المنطقة. ثم أنه يركز على أمر آخر ويقول بأن هناك أشخاص ينتحلون صفات معينة، يتلقون المساعدات ثم يبيعونها لهؤلاء الفقراء. عندنا هنا جواب لهذا الشخص en lisant la réponse de Raoul، يعني بقراءة جواب Raoul cela me confirme، هذا أكد لي ce que je vois depuis des années، هذا يؤكد لي ما أراه منذ عدة سنوات، يعني أن الذي قلته هو الذي كنت أراه منذ وقت. En lisant la réponse de Raoul cela me confirme ce que je vois depuis des années، إذن بقراءة جواب Raoul هذا أكد لي ما أراه منذ عدة سنوات. Et je ne fais confiance ولا أفعل ثقة، يعني ما تنديرش ثقة، que sur ce que je donne moi-même إلا فيما أعطيه أنا، يعني ما تنثق إلا في نفسي، نعطي الأمانة بيدي، هذا هو المقصود. إذن et je ne fais confiance que sur ce que je donne moi-même à des familles souvent isolées، يعني ما أعطيه أنا لعائلات في الغالب أنها معزولة dans le sud، يعني معزولة في الجنوب. On le voit par leur timidité، يعني أننا تنشوف هاد البساطة ديالهم في الخجل ديالهم، يعني أنهم ماشي دوك الناس اللي تهجم عليك مثلا ويطلبك أو أنه يبقى يشرح لك، يعني أنهم عائلات تتحشم، هذا هو المقصود. إذا on le voit par leur timidité. Et là, il me semble
وهنا يبدو لي يعني يظهر لي فريمون يعني حقيقة كو جو دون او بيرسون بأنني أعطي لأشخاص يعني أنني أعطي لأشخاص كيلوتيليز الذين يستعملونها لنفسهم هم يعني أن هذه الأشياء التي أعطيها لهم أنا متأكد من خلال ما أراه على وجوههم بأنهم يستغلونها لأغراضهم الخاصة ولا يبيعونها أمام وحتى سئيل فوري دي زيشانج إذا سيفعلون تبادل pour s'acheter de la nourriture من أجل أن يشتروا لأنفسهم أكلا سنمجن با هذا لا يضايقني سي سا لزاد أفيفر إذا كان هذا يساعدني للعيش كار إليا بيان دي كوا لأن هناك زوايا طبعا الحال هناك مناطق المقصود هنا كار إليا بيان دي كوا أو إلني غيا حيث لا شيء المقصود هنا بأن هناك مناطق لا يوجد فيها أدنى شيء المقصود أنها معزولة بشكل كبير إذا طبعا الحال هنا القائل يقول بأنه يأتي بهد المساعدات ويعطيها لأشخاص تبدو عليهم الحاجة ثم أنه أمام وحتى سئيل فوغي ديزيشانج إذا فعل هذا الشخص ديزيشانج بوصاش تدولا نوريتور سنما جنبا حتى إذا فعل هذا الشخص تبادل يعني أنه يبادل ما أعطيته مع شخص آخر من أجل الحصول على أكل سنما جنبا هذا لا يضايقني سيسا لازاد أبيغ إذا كان هذا يساعدهم على العيش كار إليا بيان دي كوا أو إلنيغيا لأن هناك مناطق حقيقة لا يوجد فيها شيء إذن كما قلت إلى استفدنا بعض الكلمات بعض العبارات فهذا شيء جميل طبعا الحال بالمقارنة مع النصوص اللي كنا شفنا قبل فشيئا ما هناك بعض الجمال لشيئا ما طويلة أو أن في بعض التعقيدات إذن على كل حال أتمنى أن تكون حملات بعض الإفادة اللي تهمني في هذا الموضوع هو هاد الحس ديال هاد الناس هادو لأنه ماشي سهل أن الإنسان يكون بهاد الفكرة يكون بهاد الشكل هذا وأنه يفكر في الآخر أنك تكون في واحد المنطقة معزول وتلقى واحد تفكر فيك هذه ماشي سهلة إذن طبعا الحال في إطار الفقرة اللي كنا شفنا ديال المساعدة مساعدة الطفل لصديقه مساعدة الطفل لرجل مسلم إلى آخره فجميل أننا نرى بعض التجارب من الواقع إذن نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.